واي ظابط مهما كان رتبته مش واخد باله ايه اللي بيحصل في مصر هيضيع الجيش ده، وده امر مش هقبله ابدا، امر مش هقبله ومش هسمح بيه على مدى عمري كله. والله 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 انا ما قلت لحد لا ملكي ولا ميري يا كاف لام به، ما قلتش ابدا ابدا. وكانوا يقولوا لي انك انت بالطريقه دي هتبقى قائد غلبان، ثقافه القياده انك انت تبقى عنيف وتذبح لك 10 12 عشان توصل. اوصل على اجسام ومستقبل ولادي واخواتي، انا وصال ده يتقال علي ان انا جديد وعنيف على حساب عشان ولادي اضيع لي 2 3 4 5 استثمار البلد واستثمار الجيش ادمره؟ لا مش عايز. كنت اقول لهم كده. واي ظابط مهما كان رتبته مش واخد باله ايه اللي بيحصل في مصر هيضيع الجيش ده، وده امر مش هقبله ابدا، امر مش هقبله ومش هسمح بيه على مدى عمري كله. والله 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 انا ما قلت لحد لا ملكي ولا ميري يا كاف لام به، ما قلتش ابدا ابدا. وكانوا يقولوا لي انك انت بالطريقه دي هتبقى قائد غلبان، ثقافه القياده انك انت تبقى عنيف وتذبح لك 10 12 عشان توصل. اوصل على اجسام ومستقبل ولادي واخواتي، انا وصال ده يتقال علي ان انا جديد وعنيف على حساب عشان ولادي اضيع لي 2 3 4 5 استثمار البلد واستثمار الجيش ادمره؟ لا مش عايز. كنت اقول لهم كده.